بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم إلى هذا المشهد من كتاب الله سبحانه وتعالى. إنه ذاك الذي نتبينه في هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذا هو المشهد أيها السادة والسيدات. فما العبرة؟ أو ما هو الدرس الذي ينبغي أن نجتليه ونأخذه من هذا المشهد؟ لكي نتبين هذه العبرة ينبغي أن نعلم سبب نزول هذه الآية. نزلت هذه الآية على أعقاب غزوة أحد، عندما لغى بعض المنافقين وتساءلوا عن النصر الذي وعد رسول الله به أصحابه. لماذا خذلتم في غزوة أحد وقتل من المسلمين ما لا يقل عن 70 قتيل؟ رد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء اللاغين بهذه الآية: إن الله سبحانه وتعالى لم يخلف وعده، الباري عز وجل صدقكم الله وعده ونصركم طالما كنتم متمسكين بالتعليمات بالأوامر خاضعين لتعليمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صدقكم الله وعده واستمر النصر ورأيتم التأييد، وهزم المشركون ووضعت الحرب تقريبا أوزارها، ولكن لما فتنتم بالمال الذي رأيتموه، لما فتنتم بالغنائم المتراكمة والتي تركها المشركون وراءهم، وكان فيكم عدد يسير طبعا من التفت إلى هذه الغنائم وهرع إليها ناسيا وصية رسول الله، ناسيا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لهم، وهم من الرماة الذين كانوا على ذلك التل الذي في أحضان جبل أحد، قال لهم: إن رأيتمونا انتصرنا فلا تبارحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا قتلنا فلا تبارحوا أماكنكم، أي حتى يصدر أمر جديد مني إليكم بذلك. هذه هي الأوامر. بعض من هؤلاء عندما رأوا الغنائم ورأوا أن المشركين ولوا الأدبار اجتهدوا اجتهادا منهم أن الحرب قد وضعت أوزارها وأن الأوامر التي أصدرها إلينا رسول الله تنفذ أثناء الحرب، لكن الآن الحرب انتهت فلا بأس أن ننزل لكي نشترك مع إخواننا في شيء من هذه الغنائم. بعض الذين كانوا على تلك الرابية نزلوا ونسوا أمر رسول الله واجتهدوا في أن لا حرج عليهم في مخالفته. يقول: حتى إذا أراكم ما تحبون، وهو المال، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أنا ما خالفت عهدي لكم، أنا نصرتكم طالما كنتم تنفذون الأوامر وكنتم تتبعون التعليمات التي صدرت إليكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لكم إن تنصروا الله ينصركم،
وحذرتكم من مخالفة الأوامر. صحيح أن بعضا منكم فقط خالف الأوامر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن سنتي هي أنه إذا وجد في مجتمع من يخالف الأوامر ونفذت هذه المخالفة فإن الرشاشة يصيب المجتمع كله. تلك هي سنة الله عز وجل، إذ هو القائل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فما وجه العتب إذن في هذا؟ إذا تصورنا العبرة جيدا عندما عرفنا سبب نزول هذه الآية، تعالوا نقرأها مرة ثانية. ولقد صدقكم الله وعده، الكلام الذي يقوله أولئك اللاغون كذب، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. لماذا فشلوا؟ جاءت الجملة التي تليها مبينة للسبب، وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أي أمر رسول الله، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، مع ذلك عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن ينبغي أن نعلم أيها السادة والسيدات أن هذه الأمة بمقدار ما تكون وفية مع الله سبحانه وتعالى لتنفيذ أوامره وأوامر رسوله، وبمقدار ما تكون حارسة على حدود الله أن تنتهك، وبمقدار ما تكون حارسة على أوامر الله أن تنفذ، وعلى النواهي أن لا تتسرب، فإن الله عز وجل ينصر هذه الأمة في أي عصر كانت وفي أي المواجهات وجدت. هذا هو قرار كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن متى يتخلى الله عز وجل عن نصر هؤلاء المسلمين؟ عندما يتخلون عن تنفيذ أوامره، وعندما يتخلون عن حراسة حدوده، وعندما يجعلون صلتهم بالإسلام صلة انتماء وصلة اعتزاز فقط بأن لهم نسبا إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتوقف علاقتهم بالإسلام عند القشور، عند الأنشطة التقليدية والحياة التقليدية فقط، وإذا تجاوزنا ما وراء ذلك نجد أن ما هو قلوبهم شيء آخر، أن اتجاهاتهم إلى مذاهب أخرى، أن أفكارهم الأفكار التي يعجبون بها هي ما يأتي من البلاد الأخرى مشرقة أو مغربة. عندما يتخلى المسلمون عن إسلامهم ويتحول نهجهم إلى علاقة تقليدية، فالله أيضا يتخلى عن نصرتهم. هذا القانون لماذا نتيه عنه ولماذا نتجاهله؟ ثم انظروا أيها السادة إلى المقارنة بين ذلك الخطأ الجزئي الصغير الذي وقع من جيش قوامه تقريبا يعني 1500 مقاتل أو أكثر، نعم، وبين الأخطاء الجسيمة التي تتسرب إلينا والتي نحمل أوقارا وأوقارا من أوزارها. قارنوا خطيئة أولئك الناس عبارة عن خطيئة 30 شخص لا أكثر، مهما قلنا هم الرماة الذين كانوا على الجبل 50، والبعض منهم فقط الذين أخطأوا وتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البعض لا يزيد على 30 من أصل 1500 أو 1600 شخص. طيب، ومع ذلك فإن الله عز وجل خذلهم عندما وقع هذا الأمر، وألهم المشركين أن يعودوا الثانية فيلتفوا على المسلمين ويقاتلوهم،
وضع الجرأة في قلوب المشركين بعد أن وضع الخذلان في قلوبهم والرعب. والله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء. لماذا؟ لخطأ انبثق من ما لا يزيد على 30 شخصا. لم يشفع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم تلك الخطيئة، لم يشفع خطيئتهم أن الكثرة الكاثرة لم يخطئوا. أصاب رشاش خطأ هؤلاء 30 بقية الجنود، ولذلك أصابهم الشؤم الذي أصابهم بسبب ذلك الخطأ. حتى رسول الله أصابه من رشاش هذا الخطأ. ألم يقع في كمين؟ ألم تكسر رباعيته؟ ألم يدمى وجهه؟ ألم ينتشر بين الناس أن رسول الله قد قتل؟ كل ذلك حصل متى؟ ما عدا أن وقعت هذه الخطيئة. أجل، هؤلاء 70 الذين قتلوا، قتلوا بعد أن هزم المشركون وبعد أن ولوا الأدبار، لكن الله ألهمهم أن يعودوا من أجل هذا الخطأ الذي وقعوا فيه. وجسد الله هذا بهذه الآية الأبدية التي تنبه الناس في كل عصر إلى قانون الله سبحانه وتعالى. إذن خطيئة بسيطة، قارنوا بين تلك الخطيئة البسيطة في جيش كان فيه رسول الله وأخطائنا اليوم، إن في حياتنا العسكرية وإن في حياتنا المدنية وإن في قوانيننا التشريعية وإن في أخلاقنا الاجتماعية أو أخلاقنا الاقتصادية. وانظروا إلى المسلمين الذين يتبرمون بالإسلام ويكتبون كل يوم كلمات يدعون فيها إلى طراح الإسلام ونبذه بطريقة من الطرق. وانظروا وتأملوا وتأملوا في الخطط الغربية التي تفد إلينا لخلع رداء الإسلام، وكم 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 من عملاء المسلمين نعم يصفقون لخططهم ويتبرعون لتنفيذ هذه الخطط. قارنوا بين ذلك الخطأ الجزئي الصغير وهذه الأخطاء الكلية الكبيرة. كيف يمكن أمام هذه المقارنة أن نعتب على الله؟ وكيف يعني يصح لنا أن نتدلى على الله ونعتز بسواد عيون لنا لم يتمتع بها أصحاب رسول الله، ونعترض على الله عز وجل فنقول ألسنا مسلمين ومؤمنين؟ لماذا تخلى الله عز وجل عنا؟ لماذا نصر الله سبحانه وتعالى أعداءنا علينا؟ نحن على كل مهما كنا مخطئين خير منهم، نحن مسلمون، نحن مؤمنون، وإن كانت صلتنا بالإسلام صلة تقليدية، لكن هؤلاء الأعداء غير مؤمنين، فكان ينبغي أن ينصرنا الله عز وجل عليهم. من أين جئت بهذا المنطق؟ متى سمعت أن الله أعطاك عهدا أن ينصرك لسواد عيونك بمجرد هويتك الإسلامية، وأن يجعلك أنت الذي تقود الحضارة، وأنت الذي تمسك بزمام المدنية، وأنت الذي تعتز بالقوة وما إلى ذلك، فقط لمجرد أنك تنتمي إلى الإسلام؟ متى وعدك الله سبحانه وتعالى بهذا؟ العكس تماما. نعم، سيدنا عمر عندما جهز جيش القادسية ونصب عليه سعد بن أبي وقاص وخرج يودع الجيش، كانت له وصية رائعة أيها السادة والسيدات لسعد ومن معه. أمسك بزمام فرسه عندما ودعه قائلا: يا سعد ابن أم سعد، لا يغرنك أن يقال عنك خال رسول الله، فإن الله لا يمحو السيئة بالسيء ولكنه يمحو السيئة بالحسن. والوصية طويلة، ثم قال له فيها: ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب عدو سلط عليهم من هو
فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل بخت نصر فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وكونوا على خوف من معاصيكم أكثر من خوفكم على أنفسكم من عدوكم. هذه الوصية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، التي قالها عمر بن الخطاب، لم يأخذها من بيت أبيه، وإنما أخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فلا يعتبن أحد من الناس اليوم على الله عز وجل لما أصاب العرب والمسلمين من المهانة من الذل. إذا أراد أن يعتب فليعتب على نفسه، إذا أرادت هذه الأمة أن تعتب على أحد فلتعد بالعتب على نفسها ولتجلس في ساعة قدسية من النقد الذاتي. أجل، من جملة أوامر الله القدسية التي خناها أقول بصراحة هي الأمر بالوحدة والتحذير من التنازع. كم كرر وكرر بيان الله عز وجل، ألم يقل ولا تنازعوا، أي لا تتنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. ألم يقل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كم وكم وكم تصطك هذه الآية آذان العرب والمسلمين من شرق العالم الإسلامي إلى غربه، لكن أين هو التنفيذ؟ كأننا نتلوها من أجل أن ننفذ نقيضها. أجل، أمرنا الله بأن لا نتخالف، قلنا لا بد من أن نتخالف. أمرنا الله عز وجل أن نعتصم بحبل، قلنا لا، هنالك حبال كثيرة ومذاهب كثيرة سنختار منها ما نحب أن نعتصم به. أمرنا الله أن نتحد، قلنا لا، المجال الآن لم يعد مهيئا للوحدة كما كانت أيام الخلافة. نعم، هنالك شيء اسمه لا مركزية، كل دولة ينبغي أن تكون مستقلة بأمر نفسها. طيب، أمرنا الله فخالفنا، نهانا الله فارتكبنا. من هو هذا الذي يحق له أن يعتب بعد ذلك على الله؟ نحن نملك أن نعتب على الله، والله لا يملك أن يعتب علينا. الله لا يملك أن يعاقبنا من جراء مخالفتنا لأمر الله سبحانه وتعالى. بعض منا أيها السادة والسيدات يقول نحن صحيح نعاني من الاختلاف، نعاني من التمزق، لكننا لسنا مختارين في هذا، نحن مدفوعون إلى هذا دفعا. هنالك خطط تمزق هذه الأمة الواحدة، ولا نملك خيارا أمام هذه القوى التي تفرقنا. أعتقد أن هذا الكلام غير دقيق أيها السادة والسيدات، لاحظوا ما أقول، هذا الكلام غير دقيق نهائيا. سأتيكم بمثل يجسد الدليل على ما أقول. تصوروا أن ثلة من الأصدقاء والرفقة يجتازون صحراء أو بادية إلى بلد، مسافرون. أثناء سفرهم، أثناء اجتيازهم لتلك البادية، طلع عليهم أناس من قطاع الطرق ووقفوا في وجههم. لاحظوا، قطاع الطرق هؤلاء مدججون بالأسلحة، أقوياء، إذن يملكون أن يجردوا هؤلاء الرفقة من الأموال التي معه، يملكون، المسألة عائدة إلى القوة، يملكون أن يجردوهم حتى من أطعمتهم، يملكون حتى أن يجردوهم من ألبستهم ويتركوهم عرايا، يملكون. لكن هل يملكون أن يتسللوا إلى قلوبهم فينتزعوا الود السارية بين هذه القلوب؟ هل يملكون هذا؟ لا يمكن. مهما أوتوا من القوة ومهما أوتوا من الحيل والمكر،
لا يستطيعون أن يتسربوا إلى داخل الأفئدة، قواهم تقف عند حدود المادة، قواهم تصل إلى ألبستهم، إلى أموالهم، إلى قواهم أيضا المادية. لكن قولوا لي من الذي يستطيع أن يزعم أن هؤلاء القطاع الطرق مهما كثروا يملكون أن يحيلوا المودة السارية فيما بينهم إلى عداوة؟ قلوب العباد ملك لله عز وجل، لا يستطيعون. طيب، إذن لا يستطيع هؤلاء الأعداء مهما كانوا أقوياء أن يقطعوا صلة ما بينهم، سيظلون متحابين متآلفين. عندما يقول قائل إن لسنا مخيرين في هذا التفرق الذي آلت إليه حالنا، لا، الكلام غير دقيق. نقول لك أن تقول لسنا مخيرين في ذهاب أموالنا من أيدينا، صح، القوة الأعتى تملك ذلك. لك أن تقول لسنا مخيرين في الأرض والأوطان التي استلبت منا، أم أصدق هذا الكلام؟ أما أن تقول والله لسنا مخيرين في الحب الذي تحول بين جوانحنا إلى عداوة، ها، من غير الباري لا يستطيع أن يغير هذا الأمر في طوايا القلوب. إذن ما الذي جعل الإخوة الذين كانوا متوادين ومتلاحمين ومتحدين بالأمس، نعم، يتمزقون ويتدابرون اليوم؟ الشيء التالي، يوم كنا بالأمس متحدين، أو كان الرعيل الأول متحدين، كانت أفئدة ذلك الرعيل وعاء لحب الله عز وجل كما قد قلت، ولحب الإسلام ولحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طردت محبة الله محبة الأنداد والأغيار، أصبحت علاقة أولئك الناس بالمال بالتجارات بالشهوات ولو علاقة ضعيفة جدا جدا. الحب الأقوى وحده، الحب الأقوى جمعه. ولو أن الغرب والشرق آنذاك اجتمعا وهما في أعتى قوتهما، لو أنهم أرادوا الغربيون من أعداء الإسلام والشرقيون من أعداء الإسلام، لو أنهم أرادوا أن يبذلوا كل ما يملكون آنذاك لتمزيق صلة ما بينهم ولتحويل وحدتهم إلى تدابر وشقاق، والله الذي لا إله إلا هو لا يملكون إلى ذلك سبيلا إطلاقا، لأنهم لا يستطيعون أن يدخلوا إلى القلوب. أما اليوم الذي حدث، الذي حدث أننا نحن الذين بدأنا فأجرمنا بحق أنفسنا، أخلينا وأفرغنا قلوبنا من ذلك الحب الذي كان يجمعنا، أفرغنا أفئدتنا من حب الله الذي كان كالجزع الذي يجمع أغصان هذه الأمة، أفرغنا أفئدتنا من ذلك وحشونا هذه الأفئدة بحب المال، بحب الشهوات، بحب التجارة، بحب الأنا، بحب الرئاسة. العدو ينظر، رأى نقطة الضعف هذه وشم ما في أفئدتنا، وعرف أننا لسنا كسلفنا، عرف أن أفئدتنا لا تنطوي على حب الله ولا على حب رسوله كما نقول بالشعارات، وإنما تنطوي أفئدتنا على تنافس، على المال، على الغنائم، على الممتلكات، على الكنوز التي في باطن الأرض أو التي تتفجر من ظاهرها. علم ذلك فلعب بهذه الورقة، توكأ على نقطة الضعف هذه. لما رأى أن الجار يطمع بما عند الجار، ولما رأى أن اللعاب يسيل على الأموال التي يملكها هذا وذاك، تسرب إلينا من هذه النقطة، فأثار هذا الجار على صاحبه، أوعز إليه أن هذا يطمع في مالك، وأوعز إلى الآخر أن هذا يريد أن يستلب من ملكك، وسلط كل منهما على الآخر. ونظرا إلى أن الأفئدة أصبحت فارغة من محبة الله التي تجمع
الإخوة كلهم على نهج واحد، ونظرا إلى أنهم يتنافسون ويتسابقون ويتصادمون من أجل هذه المبتغيات الأخرى، لعب العدو دوره الكبير الكبير في استلاب وحدتهم من هذا الجانب. وهكذا استطاع إذن أن يمزق الصفوف وأن يحيل وحدتهم إلى شتات، وأن يحيل شتاتهم إلى تدابر، وأن يحيل تدابرهم مع الأسف في كثير من الأحيان إلى تصادم. نعم، فلا يقول أن قائل والله لسنا مخيرين في هذا الأمر. أنتم مخيرون عندما استلبتم محبة الله من قلوبكم فألقيتموها جانبا وملأتم هذا الوعاء القلبي بمحبة الشهوات والأهواء، أنتم الذين قضيتم على أنفسكم بهذا. لما أصبحتم في العراء وخرجتم من هذا الحصن، حصن محبة الله ورسوله، جاء هذا العدو فتخطفكم ومزق صلة ما بينكم وبين إخوتكم. أيها السادة والسيدات، أعيدكم في نهاية حديثي إلى كلمة قالها حايم وايزمان في مذكراته. حايم وايزمان كان موجودا في أواخر الخلافة العثمانية، يقول في مذكراته بعد أن التقينا في مؤتمرات كثيرة في بريطانيا وغير بريطانيا، متعاونين مع بريطانيا للوصول إلى أهدافنا من فلسطين، أصبحنا على يقين أن جهودنا كلها ضائعة أدراج الرياح طالما كان طوق الخلافة، هذا هو تعبيره، طوق الخلافة موجودا يجمع هذه الأمة. وأيقنا أنه لابد قبل كل شيء من أن يحطم هذا الطوق. عندما يتحطم هذا الطوق ويتناثر العالم العربي والإسلامي، نعم، فئات شتى، بوسعنا عندئذ أن نأخذ طريقنا ضمن هذا النثار المتفرق إلى أهدافنا. هذا كلام موجود في مذكرات حايم وايزمان. وأنا الواقع أنا لست ممن يقف أمام الألفاظ ويتعبد بالألفاظ. هو قال طوق الخلافة، سميها طوق الخلافة، طوق الوحدة، طوق التضامن، المهم اجتماع الكلمة، والخلافة صيغة من الصيغ، والمهم المعنى الذي استهدفه حايم وايزمان. ما الذي حصل بعد ذلك؟ فعلا هذا ما تم، وهذا ما خططت له بريطانيا عندما قضت على وحدة هذه الأمة وهي تخدع. اقرأوا أيضا كتاب أعمدة الحكمة السبعة للورنس، كيف يسخر من العرب، يقول لقد وعدنا العرب أن ينتقل عقد الخلافة إلى جيد العرب، ما ينبغي أن يتحلى جيد الأتراك بالخلافة. كان واضحا أننا نسخر منهم، وكان واضحا أن وعودنا هذه ستصبح حبرا على ورق. وكم أنا سعيد الآن بهذه الحرب التي وضعت أوزارها ولم يرق فيها قطرة دم لبريطاني. يقول هذا في كتابه أعمدة الحكمة السبعة، وهو يتحدث عن الثورة العربية التي كان مشرفا عليها وكان يعيش في بلادنا العربية هذه. هذه العبرة ينبغي أيها الإخوة أن ترتسم بين أعينكم، وأن تغرس في قلوبكم، وأن تغرس يقينا في عقولكم، وأن تعلموا كيف يكون النصر إذا أردنا أن يعود، وكيف سيستمر الخذلان إذا أردنا أن نراوح في مكاننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.